آسف أيها العجوز. والآن يا جين، لقد جاء دورك. صدق ما تعتقده بقلبي، بحب العائلة، ثق بالقلب وبالمصير، ليقودكما ليقودكما سفرا. نوصل الهوائي، تم التالي. تثبيت صمام الجيرمينيوم في جهاز الاستقبال. صمام الجيرمينيوم؟ مستحيل، كيف سأحصل عليه في الغابة؟ صمام الجيرمينيوم؟ أعتقد أن المقلاة ستفي بالغرض تماما. نسيت الفطور مجددا. ماذا تفعل يا بروفيسور؟ حسنا، هذا جهاز لاسلكي يا فتى، إنه جهاز اتصال. سأسأل رغم كل شيء، ما هو اللاسلكي؟ إنه جهاز يمكننا من الاتصال مع الآخرين عن بعد، مثل الذي في إنجلترا؟ أتمنى هذا. أود أن أعرف نتيجة دور الكريكت، والآن أحتاج إلى سلك آخر بسرعة. كان هنا قبل قليل. يا إلهي، لم يعد لدي سلك، لكن هذا سيفي بالغرض. كنت أظن أن البشر يستأذنون قبل أخذ أي شيء. هكذا، رأيت؟ هم 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 هم، لحن رائع. بم 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 بم، رم بم رم بم. أبي، إنه ستروس، موسيقى رائعة. تارارارم تم 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 تارارارارا تم تم. ها ترزان، هيا معي. أحتاج شعرة أخرى. أداؤك رائع رغم أن الموسيقى ليست فالس. وما هذا؟ موسيقى الفالس معروفة، إنها رائعة. لا، ما هذا؟ انبطح. كائن عجيب. إنها طائرة، وأعتقد أنها في ورطة، تتجه نحو النهر. يا إلهي، سأتصل بقائدها عبر اللاسلكي. هل أنت بخير؟ اتركني يا فتى، أنا مسؤول الحكومة البريطانية. كنت أظنك في ورطة. ماذا تقول؟ يمكنني التغلب على أي ورطة. بوبي؟ بوبي كالر؟ لا أصدق أنك هنا. جين الذكية، سعيدة برؤيتي؟ بالطبع. ماذا فاتني؟ ماذا فاتني؟ أعتقد أنها بداية مشكلة صعبة ومعقدة. رائع، لنتابع الأحداث. ما الذي جاء بك إلى هنا؟ لقد كلفتني الملكة بمهمة، لكن لدي عطلة لعدة أيام، فقررت المجيء إلى هنا فورا. يسعدني مجيئك، قل لي كيف عثرت علي؟ عزيزتي، صديقتك هيزل أكبر ثرثرة في بريطانيا، الجميع يعرفون أنك هنا. أنا ترزان، زوج جين. سامحني ترزان، هذا كالر، لقد نشأنا أنا وهو سويا. روبرت، هذا ترزان. نعم، لقد جاء يساعدني. سيدي، لقد استطعت أن تحرم إنجلترا من أذكى امرأة فيها، أهنئك يا سيدي. شكرا، هيا ارحل الآن. ترزان، ما الذي تقوله؟ لا أثق به، عندما أنظر إلى عينيه أراه صابوه. ومن يكون صابوه هذا؟
رزان أنت تتصرف بحماقة. أنا أعرف بوبي منذ الطفولة، لقد كان جارانا. النجدة حريق. أبي. انتهت القصة. جين. هلا تركت الطيران لي؟ أبي، هل أنت بخير؟ نعم، نعم. محاولتي الأخيرة في صنع اللاسلكي تسببت في مشكلة بسيطة. سامحني لأنني خطفت منك الأضواء، لكن الأمر كاد أن يسوء. هل أنت بخير؟ أنا بخير. أعتقد أن جهاز اللاسلكي يحتاج إلى بعض التعديلات يا بروفيسور. نعم، هذا صحيح. هل أنا أعرفك يا سيدي؟ لا لا، لا تخبرني. طبيب القلب من الخرطوم؟ لا. طبيب الحساسية؟ لا. الطبيب النفسي مثلا؟ لقد كان جارنا في نايتس بريدج يا أبي، تذكر روبرت كالر؟ بوبي كالر الصغير؟ نعم بالطبع، صار رجلا الآن. تسعدني رؤيتك يا عزيزي. أخبرني، من الفائز في مباراة الكريكت حتى الآن؟ إنجلترا متقدمة على أستراليا. رائع، مدهش، أحسنوا. بوبي، حقا لا أعرف كيف أشكرك. كانت رحلتي شاقة جدا وأرغب في احتساء الشاي. بكل سرور. هل ستأتي يا ترزان؟ لا، إنه شرير يا جين. لا لا، ترزان يغار؟ أنا لا أغار، ولكنني لا أثق به. لا تثق بكالر؟ حسنا، لكن هل يمكنك أن تثق بي؟ حسنا، نعم. هذا كل ما يهم، انضم إلينا إذن عندما تعود إلى رشدك. أعتذر نيابة عن ترزان، هذا ليس طبعه. يبدو أنه يشعر بالضيق أو شيء كهذا. أين هو؟ لا أفهم السبب. وضعت؟ في الحقيقة ليس هناك ما يدعو إلى هذا، فأنت بمثابة أخي. نعم نعم، أنت محقة يا جين. أين هو؟ يا إلهي. روبرت، هل تبحث عن شيء؟ نعم. كشفت أمري، كم أنا خائف. جين، هل تذكرين صندوق الموسيقى الذي أهديتك إياه قبل رحيلك؟ أعتقد ذلك، المصنوع من الخزف؟ هذا صحيح، هل ما زلت تحتفظين به حتى الآن هنا؟ ربما، في الحقيقة لا أتذكر جيدا. لقد كان ملكا لوالدتي. حسنا، أود أن أهديه إلى شخص عزيز علي. حسنا، لا تقلق، سأبحث عنه بالتأكيد. ممتاز، أنا شاكر لك يا جين. نعم، لا ينقصني الآن إلا السلك. قد تفي شعرة فيل رائعة بالغرض. لا 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 تقلق يا صديقي، أريد شعرة أو شعرتين فقط. توقف، إن منبت شعري ضعيف. يتأطأ من أجل العلم. لا لا تأطأ، عد هنا، ستبدأ المباراة بعد قليل. لنراجع الأمر مرة أخرى. لم تذهب معهما لأنك لا أحب الشاي ولا أثق بكانلر هذا. وتغار. غير صحيح. نعم، ما الذي يجعلك تغار؟ أعني نعم، كانلر وسيم وأنيق ومثقف، صفات تفتقرها أنت. ما الذي سيدفعك للشعور بالغيرة؟ قد تكونين محقة، كنت أظن الأمر مختلفا، لكن ربما أشعر بالغيرة. ترزان، جين زوجتك، ويجب أن تعرف أن أي شيء لن يغير هذا أبدا. معك حق، شكرا. إنهم البشر يعقدون العلاقات بلا سبب. ها هو. ممتاز، أشكرك يا جين. لا تشكرني إلا بعد أن نتأكد أنه يعمل.
تعيد الموسيقى الذكريات. روبرت، هل تذكر دروس الموسيقى في الصغر؟ نعم، أتذكر أنك كنت لا تجيدينها مطلقاً. لقد أصبحت بارعة فيها الآن، لقد تعلمتها. لابد أنك تعلمت الكثير من الغوريلا. كانلر، فلتستعد للاندهاش. استعدي. طرزان؟ يا إلهي. كانلر، يبدو أن طرزان غير سعيد لوجودك هنا. أنا آسف يا جين، يمكنني أن أخذ صندوق الموسيقى وأرحل من هنا. في ظل هذه الظروف، هذا هو الحل المناسب. يؤسفني أنك لن تبقى معنا بعد الـ ما هذا؟ روبرت، هل أنت عميل سري؟ قل لي. في الواقع يا جين، أنا عميل مزدوج. للأسف اكتشفت جهاز التجسس الخاص بي. جهاز تجسس؟ تتجسس على بريطانيا؟ نعم، والأعداء مستعدون لدفع مبالغ طائلة من أجل هذا. لكن لماذا أهديتني إياه؟ تشك المخابرات البريطانية في أمري، لذا قررت أن أرسله معك وأنت ذاهبة في رحلتك. لم أكن أتوقع أنك ستعيشين في أفريقيا. روبرت، أنت تخون بلادك، لما ذلك؟ هل المال دافع غير أخلاقي من وجهة نظرك؟ بالطبع، هل يمكنني أن أقول تعيش بلادي؟ متهورة أنت يا جين. ها؟ حسناً يا جين، لا تكوني خرقاء وتذكري ما علمك إياه طرزان. لا بأس حتى الآن. أحسنت يا جين، لكن للأسف لن أدعك تذهبين وتبلغين عني، لأن الملكة لا تعرف الرحمة مع الخائنين. إنني أحذرك، سأصيبك المرة القادمة. يا فتى، أداء رائع. من تكون؟ نعم، يجدر بي أن أعرفك بنفسي، النقيب نايجل تيلور من سلاح الطيران الملكي، إدارة الاستخبارات. صديقك موجود هنا. صديقي؟ روبرت كانلر. سيدي، روبرت كانلر ليس صديقي، إنه شخص جبان في الواقع. هل تقول هذا بدافع الغيرة؟ غيرة؟ كانلر سرق معلومات سرية، لقد خان بلادنا، كما أنه أسقط طائرتي. هل خان عائلتك؟ يمكنك قول هذا يا عزيزي. روبرت كانلر رجل شرير، رجل شرير وخطير. أعتذر عن الطائرة غير الأنيقة يا جين، علك تشعرين بالراحة. إن يدي مقيدتان. سامحيني على ما يحدث، أنا آسف. ما
جين. للأسف هرب كانلر مني مجددا. ترزان، إلى أين ستذهب؟ لا، لا يمكننا منعه. أنت لا يمكنك، لكن يمكنني أنا. حقا، يا له من عنيد. هذا الرجل أزعجني كثيرا. ترزان! جين! لا لا، فلتبتعد. هيا. زوجك طرزان عنيد جدا، أكثر مما تتوقع بكثير. هذا يكفي، يجب أن تسقط. دع جين تذهب. ليس ممكنا، أنا آسف. طرزان لا، يجب أن يقود أحد للطائرة. شخص يعرف كيف يقودها. هل جهاز اللاسلكي يعمل؟ لقد أخبرتك من قبل أنني أتغلب على أي مشكلة. بروفيسور، بروفيسور، هل أنت هنا؟ الدار أمان يا طقطق. لا، إنه يريد أن ينزع شعرتي الغالية وأنا لا أريده أن يفعل. أخذتها. رأسي، رأسي. في الواقع لم أتألم. بالطبع يا فتى، لن أوذي صديقا مثلك يا طقطق، هذا مستحيل. والآن سنعرف نهاية مباراة الكريكت. النجدة، أبي، هل تسمعني؟ جين، ماذا تفعلين في مباراة الكريكت؟ أنا على متن طائرة روبرت، وهذا يذكرني بأمر مهم. هل تعرف شيئاً عن قيادة الطائرات يا أبي؟ حسناً، أعرف القليل عنها يا جين. لنرى الآن. ادفعي الذراع إلى الأمام لكي ترتفع. نشد الذراع. أعتقد أنك محقة يا جين، اجذب الذراع. نعم، هذا صحيح. فجأة أصبحت خبيرا؟ عملية الهبوط بسيطة جدا. اجعل المقدمة تتجه إلى الأعلى. نعم، إلى الأعلى، نعم. هبوطي سيكون عنيفا. يبدو أننا لدينا مشكلة. أحسنت يا طرزان، أنت مدهش. هذا صحيح. أتمنى ألا تظن أنني جاحد يا طرزان، لكن علي تسليم الجهاز. ولا تفكر في اللحاق بي، وإلا سأضطر لقطع هذا الحبل. يا جين، سعدت برؤيتك من جديد. وداعا. أما أنا فلم أسعد برؤيتك مطلقا. شكرا يا جين. والآن يا طرزان، لم يصب أي أحد، صحيح؟ اهبط بالطائرة الآن. توقعت أن تقول هذا. لن تفلت أبدا من هذه القيود يا كانلر. لا تقلقي بشأني يا جين، عدا ما يسببه طرزان من متاعب أتغلب على أي مشكلة. متأكد؟ ستقول المحكمة حكمها بشأنك. وداعا يا روبرت. لا تقولي وداعا يا جين، وإنما إلى اللقاء.
كنت محقا من البداية يا طرزان. اتضح أن روبرت شرير. نعم، لكنه أنقذك، لذا ربما يكون طيبا أيضاً.